بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح ابن فوزان الفوزان. حلقات من أحكام القرآن الكريم للشيخ صالح ابن فوزان الفوزان. تفسير سورة المائدة. الدرس 40. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نواصل الكلام على الآيات من قوله تعالى: وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم، إلى قوله تعالى: فلا تأس على القوم الفاسقين. وقد انتهينا إلى قوله تعالى: قال رجلان من الذين يخافون، قال رجلان من بني إسرائيل من أهل الإيمان ناصحين لقومهم في قضية الجهاد في سبيل الله وتخليص بيت المقدس. قال رجلان من الذين يخافون، أي يخافون الله سبحانه وتعالى، فهذا فيه تعريض في الآخرين أنهم لا يخافون الله حينما قالوا لن ندخلها حتى يخرجوا منها. من الذين يخافون، هذه الصفة. والصفة الثانية لهذين الرجلين أنعم الله عليهما بالإيمان والصدق مع الله سبحانه وتعالى. ادخلوا عليهم الباب، أي باب البلد، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، أي أقدموا بقوة وعزم وادخلوا عليهم باب البلد، فإذا دخلتموه انهزموا وعرفوا أن فيكم قوة وأن فيكم عزيمة وأن فيكم إرادة للجهاد في سبيل الله عز وجل. وهكذا الباطل إذا تقابل مع الحق فإن الباطل يندحر، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق. فإذا كان عند المسلمين عزيمة وإقدام واستعداد وقوة فإنه لا يليق بهم أن يتركوا الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله. ادخلوا عليهم الباب، فإذا دخلتموه فإنكم غالبون لعدوكم، لأنها تظهر قوتكم وشجاعتكم وبأسكم فيندحر عدوكم، ولأنكم أهل إيمان وإسلام وهم أهل كفر وإلحاد، فلا يتقابل الكفر مع الإيمان إلا وينهزم الكفر. وثم أمروهم بأمر آخر وهو التوكل على الله سبحانه وتعالى. وعلى الله، أي لا على غيره، فتوكلوا، أي فوضوا أموركم إليه وأحسنوا الظن به واطلبوا النصر منه سبحانه وتعالى. فمن توكل على الله كفاه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. وعلى الله فتوكلوا. وهكذا يجب أن يكون المجاهدون في سبيل الله على إقدام وعزيمة وشجاعة مع التوكل على الله سبحانه وتعالى، وعدم الغرور بقوتهم وشجاعتهم، وإنما يتوكلون ويفوضون أمورهم إلى الله ويطلبون منه النصر والمدد والعون إن كنتم مؤمنين. دل على أن التوكل علامة الإيمان، التوكل على الله هو علامة الإيمان، وهو نوع عظيم من أنواع العبادة لله عز وجل: إياك نعبد وإياك نستعين. فهكذا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ثم أجابوا بعد ذلك إجابة أسوأ من الأولى، قالوا: يا موسى إنا لن ندخلها أبدا. كرروا مقالتهم بعدم الدخول وامتناعهم من الدخول. في الأول قالوا لن ندخلها ما داموا فيها،
يعني مؤقت. وهنا أبدوا عدم الدخول، إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها، فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذه المقالة القبيحة قالوها إجابة لنبي الله: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. هذا أعظم الكفر والعياذ بالله، وأعظم التمرد على الله سبحانه وعلى رسله. إنها هنا قاعدون. عند ذلك قال موسى عليه السلام: ربي إني لا أملك إلا نفسي وأخي، لا أملك إلا نفسي وأخي، ليس معي أحد من الناس إلا أخي هارون عليه الصلاة والسلام، أنا وإياه فقط، ولا طاقة لنا بهذا العدو، إني لا أملك إلا نفسي وأخي، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، لا تؤاخذنا بما قاله هؤلاء، أو افتح بيننا وبينهم بأن تأخذهم بالعقوبة وأن تنجينا من ما قالوا ومن عقوبتهم، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين. والفسق هو الخروج عن طاعة الله سبحانه وتعالى، وهو على نوعين: فسق الكفر كفسق إبليس عليه لعنة الله، وفسق المعاصي. والمراد هنا فسق الكفر، فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين، أو فسق المعاصي، احتمل هذا وهذا. فأجاب الله سبحانه وتعالى هذا الدعاء بقوله سبحانه: إنها محرمة عليهم، أي ممنوعون من دخولها عقوبة لهم، فحرمهم الله من بركة الجهاد في سبيل الله وأجره وأجر الجهاد، وحرمهم أيضا من الوصول إلى هذه البلاد المقدسة بسبب مقالتهم وجبنهم وخورهم ونكوصهم عن الجهاد في سبيل الله. محرمة عليهم عقوبة لهم 40 سنة يتيهون في الأرض، وضربهم الله بالتيه، وهو أنهم لا يهتدون إلى طريق، وفي أرض محصورة يمشون ثم لا يشعرون إلا وأنهم من حيث بدأوا يمشون على أنهم يريدون قطع المسافة، ثم لا يشعرون إلا وهم في أولها ومن حيث بدأوا لا يهتدون إلى طريق في هذه الفترة، عقوبة لهم وحرمانا لهم. نسأل الله العافية، وإلى الحلقة القادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.